السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، نبدأ اليوم بالفائدة الأولى من فوائد التجربة التي مررت بها. تعلمت كيف أتخلص من الخوف من مجهول المستقبل. لماذا يخاف الناس عادة ويقلقون؟ لأن المستقبل مجهول بالنسبة لهم. هذا الخوف ينغص على أهل الدنيا سعادتهم مهما كان عندهم من نعيم الدنيا، لأنهم يخشون أن يزول هذا النعيم وتتبدل الأحوال. صاحب المال قد يفتقر، صاحب الصحة قد يمرض مرضا مزمنا، الآمن قد يروع، المحب لإنسان حبا شديدا قد يموت حبيبه. إذا أتريد أن تعرف كيف تتخلص من الخوف من مجهول المستقبل؟ ببساطة، اتخذ قرارا بالرضا عن القدر مهما كان. الآن اتخذ هذا القرار وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، فرضني بقضائك أيا كان والطف بي يا رب العالمين. كلما جاءك هاجس الخوف من المجهول، جدد العهد والوعد بأن ترضى وثق في معونة الله تعالى لك. إذا فعلت ذلك فلن تخاف من المستقبل، لأنه ما عاد مجهولا، بل أصبح صفحة مكشوفة لك. كيف؟ ببساطة، أنت الآن بعد اتخاذ هذا القرار على يقين بأن كل ما يحصل هو لخيرك ومصلحتك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تصور معي أنه جاءتك هدايا، أنت تعرف أن هدايا عظيمة وقيمة، لكن بعض هذه الهدايا جاء في غلاف جميل براق، والبعض الآخر جاء في غلاف قبيح. هل يهمك كثيرا شكل الأغلفة إذا علمت أن الهدايا التي في الداخل هدايا ثمينة وقيمة وعظيمة؟ كذلك إذا علمت أن كل ما سيحصل في المستقبل هو لمنفعتك، لن يهمك كثيرا أن يكون في غلاف محنة أو في غلاف منحة. إذن فبعد أن تتخذ قرارا بالشكر في السراء والصبر في الضراء، لا تقل: لا أدري إن كان المستقبل يحمل لي خيرا أم شرا. فبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لا يحمل لك في هذه الحالة إلا الخير. الجميل في الأمر أنك أنت الذي ترسم مستقبلك بإذن الله، ليست المسألة أقدارا مجهولة تتقاذفك في وديان الضياع، بل أنت الذي تحدد مآلات ونتائج الأحداث المستقبلية. لم يعد مهما ظواهر الأمور، فقر أم غنى، صحة أم مرض، بقاء الأحباب أم وفاتهم، أنت من سيجعل هذا كله يؤول إلى مصلحتك وخيرك بإذن الله. ما عليك إلا اتخاذ قرار الرضا. أظنني أعلم ما تقوله في نفسك الآن. ستقول: حتى لو اتخذت قرارا بالرضا، قد يقدر الله علي ألا أرضى وألا أصبر. لن أعالج أنا لك هذا الخوف من هذه النقطة، بل سيعالجها الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. ألم يقل الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. هذه الآية تحمل معاني عظيمة، منها أن الذي يستسلم لقضاء الله في المصائب، يعني يتخذ قرارا بالرضا، فإن الله تعالى سيهدي قلبه ويثبته ويعينه. أيضا يعالج لك هذا الخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: ومن يتصبر يصبره الله. إذن بادر أنت واتخذ القرار، ولا تقل: قد يقدر الله علي بعد ذلك ألا أصبر. فإن تصبرت فالله تعالى أحلم وأرحم من أن لا يصبرك. قد تقول: أحاول أن أتخذ القرار بالرضا، لكن أحس بعدم الصدق في ذلك، لأني أخاف أن يكون البلاء شديدا لا يمكنني تحمله. سنتعاون على التخلص من هذا الخوف أيضا عندما نتأمل اسم الله الحكيم واسمه المعين في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. قد تقول: أنا الآن أستطيع اتخاذ القرار لأني أحب الله تعالى، لكن إذا ابتلاني بلاء عظيما فأخشى أن تتأثر محبتي لله. سنتعاون أيضا إن شاء الله تعالى على إعادة بناء محبتنا لله عز وجل على أسس سليمة، كي يطمئن قلبنا إلى معية الله ومعونته مهما كانت الظروف. المطلوب منك الآن هو فقط أن تتخذ قرارا بالرضا، أن تؤمن وتثق وتوقن بحكمة الله عز وجل ورحمته، فتتخذ بعد ذلك قرارا بالرضا، الرضا الكامل التام الذي لا تشوبه شائبة. المطلوب منك عندما تضع رأسك لتنام وتقول الدعاء النبوي: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، أن تقولها بيقين مطلق وتسليم تام، لتكون مشمولا بالخطاب الذي وجهه الرحمن الرحيم إلى نبيه الكريم، حيث قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي لا تخف، أنت في حفظنا ورعايتنا، يكتنفك حلمنا ولطفنا.
اتخذ القرار بالرضا، وحينئذ ستلمس أن الله تعالى يحبك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فالرضا إيمان، إن حزته فاعلم أن الله يحبك، وحينئذ ستطمئن إلى أن الله تعالى يريد بك خيرا مهما حصل معك في المستقبل. فهل من المعقول أنه يبتليك ويرضيك لأنه يريد بك شرا؟ لا والله، بل ما صبرك ورضاك بالقدر إلا لأنه يريد بك خيرا ويحبك. انظر حينئذ كيف ستنظر بإيجابية إلى أقدار الله تعالى. فالذي يقدر عليك هذه الأمور هو حبيبك الذي يحبك، يقدر عليك الأمور والأقدار بمحبة. إن قدر عليك المرض فبمحبة، وإن قدر عليك الفقر فبمحبة. انظر إلى الطمأنينة والسعادة التي ستمرك حينئذ وأنت صاحب القرار بإذن الله. خلاصة الحلقة: اتخذ قرارا بالرضا لتتخلص من الخوف إلى الأبد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.